تقبل كده فكرة ان انت مش العيل المهم في العيلة، او ان انت مش العيل اللي هنديله كمية الحنان. النقطة بقى المهمة اللي انا عايز اتكلم فيها، اوعى تعيش دور الغلبان والمكسور واللي ايه هم ظلميني وبتاع. لا لا فكك من السكة، ان انت هنا هتبقى اوسخ من اللي ظلمك. اوعى تفتكر ان المواجهة هتحل حاجة، اوعى. دور الصعبانيات ده فكك منه، وقف على رجلك وعادي جاب تقبل الامر وشوف حياتك رايحة فين. وقف على رجلك وعدي، قول له بيعدي. وقت الزعل مش محتاج حد يديك نصايح ولا عتاب ولا لوم، كل اللي انت محتاجه بس حد يطبطب عليك، حد ما يقللش من زعلك ويكون وجوده خفيف ويهوي وما يزايدش عليك. عبقرية قوي مقولة في المساواة يفوز الحنون مش النصوح. خليكوا حنينين، الله يستركم، محدش طايق نفسه. الجملة دي في تراك ويجز ومحدش خد باله منها، وانا عايز اتكلم عليها عشان عايز اديله 10 من 10 ونجمة ونجمة تاني. اسمع كده. انا مهزوز او اذى حد والكل مرفوض، اذى حد وكل مرفوض، ده لما حد يعمل معاك حاجه وحشه فتفقد الثقه في الناس كلها وتكره الدنيا واللي فيها. فانت هنا بتقفل الباب في وش اي حد قدامك حتى لو هو كويس. فاحنا وصلنا للحاله دي، فوالله انا عايز اشكر اللي عملك كده وخليتك تطلع لنا الاغنيه الجامده دي. بعد ما نشكرك برضه نروح نلم عليها وناكلها علقه. انا فاهم جدا ان الراجل بطبيعته خاين، هو الراجل هيخونه، الراجل وسخ وعارف نفسي ان انا في اخر واحد في الكوكب في الحته دي. بس انا بتكلم بقى على حته تانية خالص، لو انت راجل خاين بلاش تتاجر وبلاش تزايد وبلاش تبقى بجح الحته دي، ان دي مش حاجه نظيفه تتاجر بيها. لان انا اعرف ناس صحابي تبقى مراته قاعده بيقول لها انا بخونك، دي مش حاجه تفتخر بيها يا ابن المتخلفه، دي حاجه مقززه جدا للبني ادم. انا عارف ان انت وسخ وانا وسخ، عادي عادي ما عنديش مشاكل في ده، بس ما تبقاش بجح. وانا هنا مش بدافع لك عن فكره الخيانه، الخيانه فكره وسخه، بس انا بقول لك ده لو امر وقع فيك، لان ممكن بني ادم يموت قدامك باللفظ زي ده. الاستغناء ده من اقوى واحسن القرارات اللي تقدر تاخدها في حياتك، منتهى القوه، وبيبقى عندك القدره ان انت تستغنى عن اي شيء وعن اي حد، اي حاجه بتاذيك. تعتزل الناس وتعتزل ضغطهم، تبطل تروح اماكن انت ما بتحبهاش، مش مريحه نفسيا بالنسبه لك، تمنع نفسك تخش في نقاشات مش مبسوط بيها. مفيش احسن من الانسان يقدر يستغنى ويبعد خالص عن وجع الدماغ ده ويختاره سلام النفسي. بس انا ما بعرفش اعمل الكلام ده، لا حقيقي. كان ليا شخص اعرفه زمان، الشخص ده سيء جدا، فكان كله بيلومني انت ليه تعرف الشخص ده. انا عايز اقول الاجابه دلوقتي، انا ما لقيتش غيره. بس ببص لك بصت، يا انت بتختار اسوء اختيارات. انا ما اخترتش اسوء اختيارات، انا ما كانش عندي غير هو ده الاختيار، هو ده اللي كنت اعرف اقابله، هو ده اللي كنت بشوفه. عشان كده انت بتشوفه وحش، بس انا ما كانش عندي غيره. لو كانت الاختيارات كتيره كنت اخترت، والله العظيم كنت اخترت، انا ما كانش عندي اختيارات تانية. حاجه واحده بس الانسان بيحتاجها في اي علاقه، عنصر الامان. انتوا للاسف ما تعرفوش تدوا عنصر الامان، بتخوفوا جدا والله. عارف ان الفيديو ده هيجيب لي وجع دماغ، بس انا هعمله برضه. انا جبت حاجه هتبان تافهه وهتبان مش مهمه للناس، بس انا وريتك. ترى زي ما انت عارف انا عايش في الوحده قوي، فانا جبت ده. كان نفسي بيها زمان. هي غالية، وعارف ان انت هتشوف ان دي حاجة تفاهة وازاي تصرف كل المبالغ دي في الحاجات دي، بس انا السماعات بالنسبة لي حاجة مهمة، مش مهم تكون مهمة ليك، بس هي مهمة ليا عشان انا بقعد لوحدي، بعيش لوحدي، انا بحب ده، بحب ده قوي قوي، انا بفصل عن العالم بده، ما بسمعش الناس بده، دي المهم عندي. قصدي يا صوتك بتحلو من دلوقتي. يا لهوي ايه ده؟ عشان ما بحبش اسمع الناس، عشان الناس ما بيعملوش حاجه ان هم بيتريقوا. انا شغال اوريها لك. انا مش عايز اقول لك سعرها عشان مش عايز اتمنظر الفلوس والجوده، انا عايز افهم ان انا جبت حاجه بحبها. ما تشتغلش دي، لا صلى على النبي كده، ده رميت الورق. اسمع كده، اسمع تربيه الزمن والناس انا مش سامع كده حد خالص بدون ناس. مفيش احسن من ان انت تكون كتوم في مشاعرك، في حياتك، في حبك، في طموحاتك واحلامك لحد ما توصل لهم. لازم توصل من غير ما حد يقعد يحبط فيك ويكسرك. الناس هتموت شغفك، هتعايرك، هتحبطك، وللاسف الحقيقه المحزنه اللي انا عايز اقولها لك محدش هيتمنى لك الخير. الناس مستكتره عليك اي شيء تعيشه. انا كل ما اخرج بره الاوضه دي اقسم بالله بفهم ان انا غلطان. انا لو نازل بين كوبايه قهوه انا غلطان. الناس مستكتره عليك كوبايه قهوه، الناس مستكتره عليك اي حاجه في الدنيا. انت ليه توصل لهنا؟ طب ما انت مش عارف انا حصل لي ايه؟ ولا انت شفت اللي انا شفته؟ ولا انت عشت التجربة السيئة اللي انا عشتها؟ حتى لو ضفري اتكسر فدي كانت مصيبة بالنسبة لي، انت ما عشتهاش. حتى لو مشاكلي بالنسبة لك تافهة انا عشتها لوحدي. حتى لو امراض الاكتئاب دي اللي انت شايفها حاجة هايفة انا شايف حاجة مصيبة. دي اوسخ جملة تقدر تقولها لأي مريض نفسي. احنا تعبانين مش انت لوحدك اللي تعبان. دي من اقذر الجمل اللي ممكن تقولها في حياتك، واكيد اتقالت لك. ما ينفعش اطلب منك الاهتمام، ما ينفعش اجي اقول لك كلمني عشان انا عايز اسمع صوتك.
ما ينفعش اقول لك اسال عني، ما ينفعش اقول لك مش واخد بالك مني ليه، ما ينفعش اقول لك ما بتدينيش الشعور ليه. في حاجات ما ينفعش تطلب، ولو اتطلبت وانت عملتها ملهاش قيمه. طالما بياكلك وبيشربك يبقى استحملي، ولو مش عشانك يبقى عشان العيال. ما لهمش اي ذنب ان امهم مش قادره تستحمل ضرب ولا شتيمه ولا كسر دراع. ناس عليكي بالجزمه ولازم تستحملي، لان احنا اتربينا على دي الاصول، ما ينفعش ترفعي عينيكي فيه. تقلع في عيالك وخش كده صلي لك ركعتين واستحملي، برضه روح الكنيسه كده وصلي شويه والامور بتعدي. دي ما كانتش تربيه اصول، دي كانت تربيه عبيد. تربيت البنات ان هم يتعاملوا مع الرجاله ان هم عبيد. انا حزين قوي ان انا طول عمري بتوه، ما بعرفش اوصل في حد، انا بتوه، ما حدش قادر يفهم المعلومه دي وما حدش قادر يتكيف مع ده. يا عم انا كبير وشحط وبتوه، انا بتوه. ايوه فانت لا انت لازم انت اللي تروح تعمل ده عشان انت ذكي. يا عم غور اي حد في داهيه، مش لازم انا، انا مش اذكى واحد فيكم. انا بقالي ساعه بلف في حته دي كده عشان انا غبي. انا مش ده، انا غبي. انا وانا بقول لك انا ذكي، سيبني بقى مع غبائي في حالي، سيبني في الاوضه، سيبني في شغلي، سيبني في شكرا لكل حد عارف ان احنا مش اقوياء فما دس علينا. ربنا يسامح كل حد عارف ان احنا غلابه فداس علينا. ما تخليش حد يتعود عليك وبعد كده تمشي، ما تخليش حد تهزر معاه بكلمة أصل بحبك وبعد كده تمشي، ما تدخلش تعمل دوشة في حياة حد وتسيبه وتمشي، ما تهتمش بحد فترة عشان هدف ليك، ما تشغلش تفكير الناس عشان بس أنت عندك وقت فاضي وعايز حد يملاهولك أو على سبيل الاستخسار، ما تقربش لو عندك شك واحد في المليون أنت مش هتكمل، حياة الناس مش لعبة ومشاعر الناس بتتكسر مش بتتصلح، لو أنت عايز هدف وسخ خش قول أنا عايز هدف وسخ، أنا عارف إن دي حاجة وسخة، بس دي أنضف بكتير إن أنت تقعد تلعب وتلف وتدور عشان هدف وسخ. عملت فيديوهات كتير قوي اليومين اللي فاتوا على عيد الام وكل سنه وانتم طيبين وحاولت اهزر مع الناس، لكن لو سالتني من جوايا انا بقدم كل التعازي لكل واحد فقد امه. عارف ان ده اسوأ مشاعر انت ممكن تمر بيها اليومين دول، والم فقدان الام انا عارف ان هو بيزيد مش بيقل مع الزمن. انا حاسس بيك، عايز اقول لك ربنا يرحمها واحنا عايشين على ذكرهم، افتكروا اليوم ده كويس بالخير. افتكر كانت بتلبس ايه، كانت بتقول ايه، كانت بتسمع مزيكه ايه، اطلب لهم الرحمه وادعي لهم غفران. اتمنى ان اليوم ده يعدي بسلام عليكم، انا عارف ان هي مشاعر صعبه. بتمنى لكم السكينه والهدوء وان اليوم ده يعدي عليكم بخير. احتراما لمشاعركم انا واقف فيديو عيد الام لان انا حاسس ان الناس كتيره بتبقى حزينه في اليوم ده. شكرا. عايز اقول لك معلومه هتغير حياتك 180 درجه. زمان كنت فاكر ان اي حد بيحلف فهو صادق، ولما كنت اشك في حد اقول له طب احلف كده فيحلف اعرف مصدقه. اقسم لك ان في ناس كتيره قوي تحلف كده، في ناس تخوف، في ناس بتكرهك حتى وهي جنبك، في ناس عايزه لك بس ليك بس كده. ده مرتب اغلب الشباب في مصر دلوقتي من 80 ل 100 جنيه، يعني من 2400 ل 3000 جنيه بس. الواد يفضل شغال بيهم من 12 ل 18 ساعه شغل دايركت عشان بس يعرف يجي يتجوز بنتك. انا هكلم اللي هقدر اكلمه هنا، وطي سقف طموحاتك شويه في جوازة بنتك. بنتك مش لازم تبتدي من المستوى اللي انت انتهيت منه. خلي بالك ده لمصلحتك انت قبل مصلحة الواد اللي جاي تقدم لها، انت اللي لازم تحمي بنتك. خلي بالك طلباتك الزياده هتبدل البنت بده، يعني مش بهددك، انا بقول لك الحقيقه، انا بقول لك ان في ناس تعبانه، الشباب مش عارفه توصل لاي غرض. لو انت لسه مزود سقف المتطلبات بتاعك خليها جنبك وخاف عليها قوي الفتره اللي قلت الاولاد على الانستجرام يحكوا هزائمكم، الاولاد حزينه فهم يحكوا حزنهم في الفيديو ده، فاقلب لو انت مستني ده. سابني بعد حب 7 سنين عشان عمليه كانسر فاضطريت اشيل صدري، وهو بيسيبني قال لي ابوكي كان متساهل معايا قوي، ده معناه ان فيك حاجه. لو عايز تعرف علاقتك بالناس بجد اعرفها وقت الخناقه، شوف الكلام اللي بيتقال وقت الخناقه. انهزمت يوم النتيجه لما ما جبتش المجموعه اللي بابا كان نفسه فيه، من ساعتها هما بيعاملوني معامله الكلاب. تخيل ان في اهالي بتعامل عيالها بالدرجات، احبك على قد الدرجات اللي هتجيبها، ما تقوليش بس اصل انا خايف عليك، شوف الكلام الفاضي ده. اكبر مشكله انت سببتها لي في حياتي ان انت خليتني اشجع الزمالك. الزمالك ده قصه حزينه قوي فعلا. انا بحبك قوي يا جو، وانا كمان والله العظيم بحبك. اهلي كسروني، معرفش غير هزه يمين وهزه شمال، انا سايب العزائم دي ليك انت. ماشي يا اختي. حبيت واحده مسيحيه وعايش على ذكراها 9 سنين، لعنه الحب. بعتت لي صورها مع اللي سابتني عشان الواد بصراحه جامد قوي وبيلعب جيم، رحت بعت الصور دي لاخوها. قوي سخي انا والله. فنيت معاه قال لي انا ما بحبكيش، انا عايش معاك عشان عيالي انها بس. اكبر انهزام ليا في حياتي فقدان والدي، قال له انا اكره شكلي جسمي لوني، وبيقول لك احنا بنهزر. قلم وسخه، بحبكم والله. لما حد يرفضك رفض نهائي ابعد،
ابعد بشكل حازم وقاطع مهما كانت درجة تعلقك او حبك للشخص ده. ابعد. للأسف لازم تخلعه من جواك. انا عارف ان الرفض غالي وانا عارف ان انت لازم اكون محظوظ، بس انت لازم تعمل كده. للأسف مفيش قدامك حل تاني. اللي سابك سيبه، انت اغلى من اي رفض. صدقني واوعدك بكرة اشوفه لي.